الجواز. اليوم الإشراف تحت إشراف السيد والي الولاية ولاية البويرة على إحياء ذكرى يوم العلم، ذكرى وفاة العلامة الشيخ عبد الحميد بن مديس من هذه الصرح التربوي العريق اللي هو ثانوية طيب قاسم ببلدية بير أغبالو. الحفل الذي شارك فيه جميع فعاليات المجتمع المدني وكذلك التلاميذ وأشرف عليه أيضا السلطات المحلية والعسكرية والمدنية في هذه المؤسسة التربوية. الحين أخذت من هذه المؤسسة على أن تكون هناك احتفالات أخرى موازية على عبر جميع مؤسسات تراب الولاية لتخليدا لهذه الذكرى اللي هي ذكرى تخليدا ليوم العلم والعلماء. شرف اليوم بمناسبة يوم العلم 16 أفريل بالوالي الذي قام بتكريم الطلبة النجباء في ثانوية الشهيد طيب قاسم. أشكر الوالي والطاقم التربوي وكل المشرفين على هذا الحفل وعلى هذا التكريم، وأقدم تحية خاصة لوالدي. اليوم أتشرف بتكريمي بمناسبة 16 من أفريل الذي يوافق يوم العلم بتكريمي من طرف والي ولاية البويرة ومدير التربية، وأشكر كل الأساتذة الذين كانوا قائمين على هذا المشوار الدراسي وكل الطاقم القائم على هذه المدرسة، وأشكر كذلك والدي وأسرتي كاملة، وأتمنى التوفيق لي ولأصدقائي في شهادة البكالوريا معدلات أكثر وأكبر إن شاء الله. اليوم بمناسبة يوم العلم الموافق ل 16 من أفريل بمناسبة وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس، أقدم كل الشكر لوالدي وإخوتي وكل عائلتي، وأقدم أيضا جزيل الشكر لسيد الوالي الذي تشرفت ثانويتنا بحضوره في هذا اليوم الجميل. إضافة إلى هذا أقدم كل الشكر لأساتذتي والمدير. اليوم وكغير العادة تشرفنا بحضور الوالي الذي قام بتكريم تلاميذ النجباء، وأقدم جزيل الشكر لوالدي الذين تعبوا في الجهاد معي في الدراسة، وأقدم جزيل الشكر طاقم تربوي لثانوية طيب قاسم.